فك الحصار عن الفوج 137 وسقوط دفاعات داعش في المدينة بعد 3 سنوات من الحصار والقتال، معركة استخدم فيها الجيش السوري خطة استراتيجية بقلب محاور واتجاهات القتال وإيجاد الثغرات وفتح وحدات الهندسة الطريقة أمام قوات المشاة المتقدمة من المحور الجنوبي الغربي، لتلتقي قوات الجيش مع المحاصرين داخل المقر بالتوازي مع قوات المحور الشرقي التي التفت باتجاه البانوراما على محور جبل ثردة 1 و2 فمنطقة هرابش باتجاه المطار. بالنسبة للأساليب التكتيكية التي نفذها الجيش العربي السوري للوصول إلى هذه المرحلة هي عملية الالتفاف حول التجمعات السكانية الكبيرة كما عدان والشولة، والابتعاد عن الخطوط الدفاعية الصلبة، أي عدم الاصطدام بمكامن القوة وإنما الالتفاف عليها وبالتالي العودة لتطويقها وتدميرها بشكل مجزأ. معركة الجيش الحقيقية وفق المراقبين والمهتمين هي إيصال المساعدات المرافقة للحملة العسكرية إلى أهالي دير الزور الذين وثقت مقاطع فيديو احتفالاتهم بوصول الجيش إلى المدينة. هنالك تفاعل كثير من الأهالي وخاصة العشائر بالتواصل مع الدولة السورية، بالتواصل مع الجيش في تنسيق مشترك خلال سنوات الأزمة كاملة. قطع أوصال داعش في المنطقة الشرقية ترجم بفرار قياداته الأجنبية مهربة مبالغ مالية كبيرة معها عبر الشدادة في الحسكة إلى تركيا لتشتبك مع عناصر كردية في الحسكة من جهة، بينما تتخبط العناصر المحلية لداعش وتنهار أمام الضربات الجوية المركزة للجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، الأمر الذي كان كفيلا بحسم كفة القوة في الميدان والتحول الاستراتيجي الكبير للمعركة وفق بيان الجيش السوري ونقطة الانطلاق نحو بؤر جديدة لداعش في الريف الشرقي. أكثر من 50 مفخخة لإيقاف تقدم الجيش السوري تم تدميرها لتنظيم داعش، والمعلومات تشير أن معركة المدن القادمة ستكون الأبرز بعد قطع الإمداد والوصول إلى المطار وبالتالي سقوط المناطق المحيطة وأهمها منطقة الميادين التي ستكون النهاية لانهيار داعش في المنطقة. سلافة شحادة، الغد.